لقد تبنت الجزائر خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج المخططة الحكومية، حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. سيد الرئيس، إن بلادي التي حظيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معه ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدولي الشامل، حيث قدمت بلادي في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية. وبلادي تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية، وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة، وهو إيمان نابع من تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان. ويعد التعديل الدستوري في بلادي سنة 2020 إشهاداً على قناعاتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات، حيث نص صراحة على أنه لا يمكن أبداً المساس بجوهرها، مكرساً في أحكامه المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.